تراویح کا انداز تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتا جی ہے، یہ تدویر میں ہے، انہوں نے پڑھا بالکل ٹھہر ٹھہر کے اور اطمینان کے ساتھ، جو مغرب کی نماز میں جی آپ حضرات اکثر سنا کرتے ہیں. اب تراویح کا انداز انشاءاللہ میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ تکبیرات کے ساتھ ہوگا وہ بھی، لیکن مؤذن اس میں دوسرے ہیں. اچھا ٹھیک جی صحیح ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده ربنا ولک الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان اللہ سبحان احمد اللہ نشکر. ناظرین کرام، ہم تو میں تو آنکھیں بند کر کے اور بس، یقیناً آپ سب لوگوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی، آنکھیں بند کر کے ہم حرم پاک پہنچ گئے. قاری صاحب نعمانی مدنی نے ہمیں پہنچا دیا.